لكن ماذا عن الناحية الأمنية؟ معنا سيادة العميد محمود القاضي مسؤول تأمين المباراة النهائية وهو المسؤول بالمجموعة الإفريقية. سيادة العميد مساء الخير على حضرتك. كابتن شوبير مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على السادة المشاهدين. مساء الفل على حضرتك يا فندم. يعني بداية بنسمع 70,000 و80,000 و50,000 و60,000، حضرتك تقول لنا العدد الإجمالي المسموح بتواجده غدا في المباراة بإذن الله. ان شاء الله طبعا بكرة مباراة هامة جدا، عرس كروي مصري وافريقي، نهائي دوري ابطال افريقيا بين النادي الاهلي بطل مصر والترجي بطل تونس. نعم. على استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء ان شاء الله بكرة. كابتن الساعة الامنية للاستاد يعني 53,000 مشجع. نعم. هيكونوا متواجدين بكرة في استاد القاهرة الدولي. نعم. دي الساعة الامنية. طيب ان شاء الله يعني ممكن نتكلم مع حضرتك على خطة دخول الجماهير للمدرجات. ايوه ده مهم جدا يا فندم. طيب لو انا دلوقتي جماهير النادي الاهلي ومعايا تذاكر للمقصورة الرئيسية سواء كانت الامامية او يمين او يسار، او معايا تذاكر للدرجة الاولى يسار او الدرجة الاولى علوية، هيكون دخولنا للاستاد من خلال باب الرشدان. دي البوابة الغربية لاستاد القاهرة. يبقى اذا المقصورة الرئيسية، المقصورة الامامية، الاولى يمين والاولى يسار من عند باب الرشدان، صح كده؟ الاولى يمين مخصصة لجمهور الترجي. وهيدخلوا من باب ارض المعارض، دي بوابة مستجدة هندخلهم ممتاز. من خلالها الى استاد القاهرة. لكن انما باب الرشدان هيبقى لجماهير النادي الاهلي فقط. للمقصورة الامامية والاولى شمال والاولى العلوية. تمام يا فندم. طيب ده بالنسبة للجمهور، كمل لي بقية الجماهير يا فندم. طيب واحنا لسه في الرشدان قبل ما ننتقل، اللي معاه تذكره في اي بي للمقصوره ومعاه كارت دخول سياره هيدخل بهذا الكارت بالسياره ويركن في البارك داخل الاستاد. تمام. ده لدخول السيارات كذلك. كويس. هننتقل الى مدرج الدرجه الثالثه شمال. جماهير النادي الاهلي الدرجه الثالثه شمال والدرجه الثانيه الموحده. ومخصص ليهم بوابه صلاح سالم. تمام. بوابه استاد القاهره المطله على دار المدرعات وهيئه الاستعلامات اللي هو الباب البحري للاستاد. هيستقبل جماهير النادي الاهلي الدرجه الثالثه شمال والدرجه الثانيه موحده. الثالثه شمال المدرج في مواجهه الباب مباشره. اما الثانيه الموحده هيبقى ليهم مسار داخل الاستاد هينتقلوا من خلاله للمدرج الثانية الموحدة. طيب هيتبقى لينا مدرج التالتة يمين. مدرج التالتة يمين وده مخصص ليه بوابة طريق النصر. البوابة المطلة ما بين النصب التذكاري ونادي الزهور. ودي هتستقبل جماهير الدرجة التالتة شمال التالتة يمين وهيتواجد من خلال هذه البوابة إلى المدرج الخاص بيه. طيب كده خلصنا خريطة دخول الجماهير، قول لي هتفتحوا امتى وتقفلوا امتى ان شاء الله. جميل يا كابتن. ان شاء الله بكره يعني اطقم الشركه الافريقيه على اتم استعداد لاستقبال الجماهير اعتبارا من الساعه الثانيه. اتنين. الساعه الثانيه. ايوه. ان شاء الله مستمرين في استقبال الجماهير حتى قبيل المباراه، حتى الثامنه. مع اكتمال ساعه الاستاد وبدء المباراه. طيب ده كلام جميل ومحترم زي الفل. ايه المحظورات اللي على الجماهير التي لا تصطحبها داخل المباراة والمدرجات؟ تمام. بالنسبة حضرتك جميع المأكولات والمشروبات المحفوظة في معلبات معدنية او زجاجية مثل الكنز او العصائر اللي موجودة في زجاجات ازاز. ايوه. دي ممنوع دخولها. اللي مسموح دخوله في المقابل نتكلم على المسموح. أيوة. جميع المشروبات والعصائر المحفوظة في زجاجات بلاستيكية. ماشي. ولكن بشرط نزع الغطاء. ماشي. نزع الغطاء بتاع الزجاجة ويدخل بالزجاجة بتاعته مفيش أي مشكلة. طب عايز جميع الأطعمة. أيوة. اللي محفوظة في عبوات خفيفة اللي هو الأطباق الفوم أو البلاستيك أو ما شابه. من حق أدخل إنما أي حاجة من حق أدخل موجودة بيها عادي. حضرتك يعني تفضل تدخل بيها عادي. معايا سندوتشات، معايا شيبسي، معايا مفيش مشاكل خالص في الحاجات دي. مفيش مشاكل. طيب كويس تمام. 100 فل و14. طيب بالنسبه حضرتك للولاعات. ايوه. والشعلات الحراريه. نعم. واي مواد تحدث لهب طبعا دي ممنوع دخولها تماما الى محيط الاستاد. ماشي. بالنسبة للحاجات اللي بتشوشر او بتعمل تشويش على ارض الملعب زي اقلام الليزر والصفارات اللي هي شبيهة بصفارة الحكم. ايوه. دي من ضمن الممنوعات دخولها. ماشي. الى المدرج. ماشي.
حضرتك مواد حفظ الطاقة والأسلاك الكهربائية الموصلة إليها اللي شواحن. هي الباور بانك والهاند فري وكابلات الشواحن. ماشي. آخر حاجة ممكن نأكد عليها في الممنوعات هي اللافتات والأعلام اللي عليها أي إشارات مسيئة، سواء كانت إشارات دعائية أو إشارات سياسية أو أي حاجة خارجة عن يعني محيط المباراة. مسموح بدخول أعلام النادي الأهلي وأعلام جمهورية مصر العربية. داخل بطبلتي وحغني وحتام مسموح لي يا فندم؟ في جهات اختصاص نعم. منوط بيها مراجعة أدوات التشجيع. ماشي. بيتم مراجعة الجماهير خارج المدرج وهيسمح ليهم بعد ما بيسمح ليهم عناصر الشركة الإفريقية بتستقبلهم وبتسهل دخولهم لحد المدرج. مية مية. طيب خطة بقى تأمين مراسم تسليم الكاس والميداليات. إن شاء الله تكون الكاس أهلاوية يا رب، ويعني نحتفل جميعا بفوز النادي الأهلي بالكاس الـ 12. نعم. إن شاء الله عقب انتهاء المباراة هتبدأ فورا الاستعداد لمراسم يعني التتويج وتجهيز منطقة الاحتفال داخل أرض الملعب، طبعا غير مسموح بتواجد أي من الجماهير داخل أرض الملعب. مسموح ليهم بالنزول هم يعني أعضاء الـ VVIP اللي هم هيكونوا موجودين لتسليم الميداليات والكؤوس والتتويج، إذا كان رئيس النادي الأهلي، رئيس الترجي، رئيس الاتحاد الإفريقي، وطبقا للبروتوكول يعني والمراسم مين اللي هيتواجد، هم دول اللي هينزلوا فقط إلى أرض الملعب. هيتم تأمين الاحتفال بواسطة عناصر الشركة الإفريقية على الجوانب لمنع دخول أي أحد يعني غير مصرح بدخوله داخل منطقة الاحتفال. هيكون في منطقة مخصصة للمصورين في المواجهة على الأجناب وفي الخلف المنطقة مخلاة تماما مجهزة للاحتفال. عميد محمود القاضي مسؤول تأمين نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمجموعة الإفريقية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.